طيب نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، وهتقدمها لنا الزميله العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور، صباح الخير وسامعينك كلنا، اتفضلي. صباح الخير عليكي انا هوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق استأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. النهارده الفريق كان عنده مران صباحي بدا الساعه 10 صباحا، ويعني لسه مستمر حتى الآن. كان عقد المدير الفني مستر مارسيل كولر مع اللاعبين محاضرة فنية قبل انطلاق المران، ولسه المران مستمر حتى الآن زي ما قلت لك يا نهاوند. طبعا ده كله استعدادا بقى للمباراة القادمة واللي هتكون أمام فريق غزل المحلة يوم الأربع القادم. خليني طبعا أقول لكم إنه رجال كرة القدم متصدرين جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، إن شاء الله بقى يستمروا على نفس الأداء، وهو ده النادي الأهلي طبعا دايما في المقدمة. خلونا بقى نروح دلوقتي ناشئين كرة القدم 2006. النهاردة هيكون عندهم مباراة مع الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية، طبعا هتكون مباراة مهمة. مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في ناشئين كرة القدم طبعا فريق 2006 زي ما قلت. كمان خلوني أنوه على جميع مشاهدينا أن المباراة هيتم إذاعتها على شاشة قناة النادي الأهلي عشان بقى كل اللي حابين يتابعوا المباراة النهاردة. كمان بقى شباب كرة القدم 2001 أمس قدروا يحققوا فوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب. عملوا مباراة كبيرة جدا، المباراة كانت بتقام على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، قدروا يحققوا فوز وكان أحرز هدف النادي الأهلي لاعب عبد الرحمن أشرف مانو في الدقيقة 83. طبعا بنبارك لهم ونتمنى لهم بقى إن شاء الله إن هم يكملوا بنفس الأداء. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى، والحقيقة إنه في مباراة قمة، في مباراتين بقى كمان النهاردة، مش بس ناشئين كرة القدم، لا كمان النهاردة فتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي هيكون عندهم مباراة مع الزمالك. المباراة دي مؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري، المباراة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الشهداء، وهتكون الساعة 5 مساء. كمان يعني هوندا خليني أقول لكم إنه هيتم إذاعتها عبر قناة النادي الأهلي لكل المشاهدين اللي حابين طبعا يتابعوا المباراة النهاردة، هتكون الساعة 5 مساء. بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب فتيات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. وكمان بقى خليني أفكر مشاهدينا أنهم حتى الآن محققين الفوز في جميع المباريات في بطولة الدوري والعلامة الكاملة. كمان رجال كرة اليد النهاردة عندهم مباراة مع الزمالك الساعة 8 مساء، المباراة هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى زي ما قلت، هتكون الساعة 8. يعني طبعا هتكون مباراة فيها ندية كبيرة أكيد بين الأهلي والزمالك، طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد. خلوني بقى كمان أقول لكم أنه في غيابات النهارده في فريق رجال كرة اليد أمام الزمالك. هيغيب عن المباراة اللاعب أحمد خيري، اللاعب سيف هاني، اللاعب أحمد هشام سيسا، واللاعب محمد لاشين. لكن طبعا زي ما تعودنا دايما النادي الأهلي بمن حضر إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا مباراة إيجابية النهارده ويفوزوا في المباراة. خلونا بقى نروح لرجال كرة الطايرة، ورجال كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهارده، دي هيكون التدريب الأخير قبل مباراة غدا. عندهم مباراة غدا أمام فريق باترو جيت، طبعا ده ضمن منافسات بطولة الدوري. حتى الآن رجال الماسترز كالعادة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، بيحققوا الفوز في جميع المباريات، إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق إن هم يستمروا بنفس الأداء. كمان بقى خلوني انتقل لكره السله، وسيدات كره السله منتخبنا الوطني بيتوجوا ببطوله امم افريقيا. طبعا 3-on-3 عملوا بطوله كبيره جدا، وكان بيمثل منتخبنا الوطني رباعي النادي الاهلي اللاعبه نادين السلعاوي، اللاعبه رنيم الجداوي، اللاعبه هاله مصطفى، وطبعا اللاعبه ثريا محمد. قدموا بطوله كبيره جدا، قدروا يفوزوا في النهائي على مدغشقر الحقيقه بسكور كبير جدا، وبكده بقى بيتاهلوا طبعا لبطولة العالم 2023 وأيضا أولمبيات اللي هتكون في باريس 2024. بنتمنى لهم كل التوفيق. أخيرا كمان خلوني طبعا أهنئ لاعبنا مصطفى عسل بعد تتويجه ببطولة هونج كونج، يعني عمل طبعا بطولة كبيرة جدا. بضم صوتي طبعا لصوتك يا نهواند وبهنئه، دايما مشرف النادي الأهلي ورافع اسم النادي الأهلي ومصر في كل المحافل الدولية. يعني دي كانت أخبارنا النهاردة. قبل ما أختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق للفرق الرياضية في مباريات اليوم.
اليوم، مباريات كلها هامه جدا. ان شاء الله بقى يكون يوم اهلاوي خالص ونفوز في جميع المباريات. معاكي طبعا يا نهاوند لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. بشكرك جدا الزميله العزيزه والشاطره هنا ابو القاسم، شكرا لك على هذه التغطيه.